تحيات الوطن، تحيا جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، هل تسعى الصين حقا إلى قلب نظام الحكم في أمريكا؟ الرئيس ترامب ثم نائب الرئيس مايك بنس، الاتنين اتكلموا ورا بعض بفارق بسيط في الزمن إنه الصين تسعى إلى إزاحة الرئيس ترامب من السلطة وقلب نظام الحكم. مايك بنس قال إنه الصين دولة شريرة تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أمريكا، وإن هي تريد هدم الديمقراطية الأمريكية وتريد إسقاط الرئيس دونالد ترامب. قال أيضا إنه الصين تسعى إلى التأثير على الرأي العام بحيث لا ينتخب الأمريكيون الحزب الجمهوري في التجديد اللي هو في نوفمبر 2018. نفس الكلام قاله قبل فترة الرئيس ترامب، قال إن الحرب التجارية بين البلدين خلت الصين عايزة تنتقم، والصين بتسعى لإزاحة الرئيس ترامب من السلطة وبالتالي قلب نظام الحكم. طبعا ده اتهام مثير جدا، إن أمريكا التي طالما اتهمت بدعمها لمحاولات قلب نظم حكم حول العالم، دلوقتي أمريكا بتتهم دول أخرى بمحاولة قلب نظام الحكم داخل أمريكا. قبل الرئيس ترامب ومنذ أول رئيس أمريكي كان هذا الكلام مستحيل، لم يحدث هذا الكلام من قبل، من أول رئيس أمريكي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمر ده ما كان ممكن تسمعه قبل كده، إن في دولة بتتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية، كان ده من أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية أي دولة أخرى، وإن دولة بتسعى للتأثير على الرأي العام الأمريكي، كان ده من أمريكا تسعى للتأثير على الرأي العام في أي بلد، وإن دولة تريد إزاحة الرئيس الأمريكي، كان ده من أمريكا تريد إزاحة الرئيس الفلاني، وإن دولة بتسعى لقلب نظام الحكم في أمريكا، كانت أمريكا اللي بتقلب نظام الحكم في دول أخرى. إحنا إزاء جديد تماما في السياسة والتاريخ، اتهام أمريكا للصين واتهامها لروسيا بمحاولات قلب نظام الحكم في أمريكا. اتنين، الكاميرون، النفط والفقر وصمويل إيتو. الكاميرون دولة رائعة في إفريقيا ودولة صديقة بالنسبة لنا، أهلها ناس طيبين جدا. لما زرت غينيا الاستوائية، هي بتقع إلى جوار الكاميرون، لقيت أهل غينيا الاستوائية عندهم انطباعات رائعة جدا عن جيرانهم الكاميرونيين. الكاميرون دولة مساحتها كبيرة مش صغيرة، 500,000 كيلومتر مربع تقريبا، عدد السكان 23-24 مليون نسمة تقريبا، وهذه الدولة فيها انتخابات أكتوبر 2018. الرئيس يحكم منذ 1982، منذ 36 سنة، إنما دخل فترة رئاسية سابعة، متوقع أن هو يكون في عامه 92 لما تنتهي الفترة الجديدة. إنما رغم ذلك في ناس كتير في الكاميرون مع الرئيس ومع التجديد له، لأن في حالة استقرار معقولة في الكاميرون، ولأنه ده أفضل من المجهول اللي ممكن يحصل في الكاميرون فيما بعد. إلا إن المعارضة بتقول لأ، إنه ينبغي التغيير، وإنه 36 سنة كتير على وجود الرئيس في الحكم. المعارضة جزئين، جزء سياسي يعني بس عايزة تغيير في الشكل السياسي، إنما في معارضة انفصالية عايزة تنفصل بجزء من شمال غرب البلاد وجنوب غرب البلاد اللي هو الجزء الناطق بالإنجليزية. الكاميرون حضراتكم كانت محتلة من قبل فرنسا، إنما فيها منطقة محتلة من قبل إنجلترا. المنطقة اللي كانت محتلة من إنجلترا بتتكلم إنجليزي، الناطقين بالإنجليزية دول بيقولوا وضعنا ساء في عهد الرئيس الحالي، وإنه ينبغي الانفصال عن الكاميرون. ففي حركة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية. إنما المعارضة الأساسية مش انفصالية، إنما معارضة وطنية وعندها بس مواقف سياسية من الرئيس ليس أكثر، وإن كان المعارضة دي أو الانفصالية لا تغطي إن في جزء كبير من الرأي العام مع الرئيس الكاميروني.
المعارضة بتقول إنه جماعة بوكو حرام تمكنت من الكاميرون 4 سنين، وبالتالي ده أداء مش كويس، إنها بلد غنية جدا بالثروة المعدنية، ومع ذلك ورغم إن فيها نفط إلا إن أغلب السكان تحت خط الفقر، وإن في حالة من الجمود السياسي في البلاد، وبالتالي لابد يحصل تغيير. إلا إنه البعض بيقول إنه تم القضاء على بوكو حرام. الرئيس أعلن أثناء الحملة الانتخابية تم القضاء على بوكو حرام الكاميرون، وفي درجة كبيرة من الاستقرار في الكاميرون، وفي تطور أو محاولات تطوير الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وإن كسر هذا السياق ممكن يؤدي إلى مشاكل أصعب. يعني آراء كالعادة بتكون مختلفة ومتباينة إزاء أي نظام سياسي. إلا إن الجيل الجديد بيقول إن إحنا خلاص الفترة الرئاسية ديت تمشي، لكن فيما بعد يتم تجهيز نجم يكون معروف في الكاميرون، بيتكلموا على صامويل إيتو اللاعب الكاميروني المعروف. الغريب إنه مجلة جون أفريك في 1 إبريل 2018 قالت إن صامويل إيتو هيرشح نفسه لرئاسة الكاميرون، وهو اتضايق جدا ونفى في صفحته على الفيسبوك هذا الكلام، واتهم جون أفريك بأنها بتلفق وبتقول كلام مش مظبوط. تاني يوم المجلة قالت إن ديت كذبة إبريل وإحنا كنا بنهزر في هذا الإطار. إنما أحد الصحفيين قال الموضوع مش هزار تماما، في جزء في الموضوع جد، إنه 2017 قبل سنة تقريبا من كذبة إبريل 2018 سئل صامويل إيتو أنت طموحك إيه في الكاميرون؟ قال طموحه سياسي ويخطط لدخول الحياة السياسية، لكن بينتظر الشكل المناسب لدخوله الحياة السياسية. وبعض الصحف قالت انه ممكن يكون جورج وايا 2. جورج وايا كان لاعب شهير زي ما صامويل إيتو لاعب شهير، حصل حالة انسداد سياسي في ليبيريا ادت في النهاية الى فوز جورج وايا برئاسة ليبيريا كأول لاعب في العالم يصبح رئيسا للجمهورية، وبالتالي ممكن الكاميرون تكون شبيهة بليبيريا، وممكن قدام يكون صامويل إيتو هو الرئيس الكاميروني القادم. في كل الأحوال الكاميرون هي بلد رائعة، والكاميرون فيها طبيعة خلابة تسمى إفريقيا المصغرة، إنما السكان هناك ممكن يختلفوا في الدين، يختلفوا في العرق، يختلفوا في الولاء السياسي، لكنهم يتفقون على شيء واحد لا يختلف اثنين في الكاميرون عليه، كرة القدم. 3. خريف الأندلس. حين انقسمت الدولة الأموية في أسبانيا إلى 22 دولة فاشلة، القائد العظيم طارق بن زياد فتح الأندلس اللي هي أسبانيا، عبر من الشاطئ المغربي إلى الشاطئ الأسباني، وأقيمت الدولة الإسلامية في أوروبا، دولة الأندلس الرائعة اللي قعدت 800 سنة في أوروبا، كانت عنوان على التحضر وعلى الثقافة وعلى الإبداع وعلى الرخاء أيضا. إنما بعد سقوط الدولة الأموية، طبعا مرت بمراحل 800 سنة ده كتير جدا، بعد سقوط الدولة الأموية اللي هي كانت في الأندلس، تقسم أو انقسم المسلمون إلى 22 دولة قد عدد دول العالم العربي دلوقتي، إلا أنها كانت دويلات صغيرة مش بالمساحة العملاقة للوطن العربي الآن. 22 دولة أو 22 دويلة، كل دولة صغيرة عاملة لنفسها سور وحدود، ومسمية الحاكم بتاعها أمير المؤمنين، وعاملة جيش، وبعدين كل ال 22 دولة دول ضد بعض تقريبا، اللي هي مرحلة ملوك الطوائف أو أمراء الطوائف، وخلافات كبيرة جدا. طارق بن زياد أمازيغي وموسى بن نصير عربي، ما كانش حد بيقول ده أمازيغي ولا ده عربي، يقولوا إن الاتنين مسلمين وإن المسلمين هم اللي فتحوا الأندلس، لكن هناك بعد فترة بدأوا يقولوا ده عربي وده أمازيغي، وجوه الأمازيغي ده من هذا الاتجاه وده هذا الاتجاه، وجوه عربي دول قيسيين ودول يمانيين ودول كذا، يعني حصل انقسامات لأسباب تافهة للغاية.
نتيجة هذه التفاهة العامة اللي بقت موجودة 22 دولة كل حاكم بيسمي نفسه أمير، و22 دولة عندها أسوار وحدود، و22 دولة كانت دولة واحدة بقت دلوقتي بعضها لبعض عدو. فظهر ما يمكن تسميته خريف الأندلس. ما هي معالم هذا الخريف؟ نمرة واحد، الاستعانة بالخارج، إن كلها دول وممالك إسلامية، إلا إن كلهم استعانوا بالملك ألفونس أو غيره علشان يكون ضد الدولة اللي هي المفروض مسلمة إلى جواره، فكلهم بقوا أعداء لبعض، وكلهم بيستعين بالخارج ويستقوي بالخارج ضد الأشقاء في الأندلس. نمرة اتنين، لما سقطت طليطلة اللي هي توليدو لم يتحرك أحد. سقطت طليطلة ولا حد اهتم، كل واحد ركز في مملكته. طب ما إحدى الممالك سقطت، ده معناه إن الدور عليكم، ومع ذلك كل أمير من أمراء الطوائف أو كل ملك ملوك الطوائف استمر داخل المنطقة بتاعته، مش مهم طليطلة أو توليدو، المهم إن هو يحافظ على المكان اللي هو فيه، واستمروا في تحالفهم مع الآخرين ضد الأشقاء. نمرة ثلاثة، المعتمد بن عباد الملك والشاعر الشهير جدا، ملك إشبيلية اللي هو ساب حضارة أسطورية في إشبيلية إلى الآن، هو كمان تحالف مع الملك ألفونسو ودفع الجزية لألفونسو، وبدل ما يكون في مواجهة ألفونسو أو أنه يوحد الأندلس من جديد وهو بهذا الدهاء وهذه الموهبة الأدبية وهذه الموهبة التاريخية والسياسية ومن عائلة عريقة، بدل ما يشتغل على هذا الإطار، إلا إن هو تحالف مع الملك ألفونسو ضد الأشقاء برضه من ملوك الطوائف. لكن بعد شوية الملك ألفونسو بقى عايز مزايا أكتر، مش كفاية الجزية. لما بدأ يتخنق بقى اللي هو المعتمد بن عباد من ألفونسو، بدأ يستعين بالملك المسلم اللي هو في دولة المرابطين اللي هو يوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين ده قائد عظيم، كان مملكة المرابطين في المغرب والذي أسس مراكش الرائعة. يوسف ابن تاشفين طلع على أسبانيا، راح الأندلس علشان يقف مع المعتمد بن عباد في مواجهة ألفونس. فوجئ طبعا طليطلة، محدش راح يحميها، قال أنا هروح أحررها، محدش عبره من ملوك الطوائف، فذهل من خذلان ملوك الطوائف المسلمين له وهو راح يحرر طليطلة أو يعيد توليده من جديد إلى الأندلس. المهم هو نجح في أنه هو يقضي على الخصوم، وانتصر في معركة اسمها الزلاقة جنب البرتغال، وعمل إنجازات كبيرة جدا. لكن ظروف طرأت، لازم يرجع المغرب، رجع المغرب، ساب جزء من جيشه. ممالك الطوائف دول عملوا جيشه معاملة سيئة، أو بقايا الجيش عملوا معاملة سيئة. وبعد كده طلعت فتاوى للشيخ الطرطوسي وللإمام أبي حامد الغزالي. الغزالي والطرطوشي الاثنين قالوا إن يجب إسقاط ملوك الطوائف اللي موجودين في الأندلس. بناء على ذلك طلع يوسف تاشفين بقى في المرة الثانية وقال إن هو لابد يقضي على هذا الأمر، دول ناس بيتعاونوا مع الآخرين ضد أشقائهم، وفي حالة من الفساد الكبيرة جدا، وحالة من إهدار الموارد، وحالة من الدعة والسكون، وحالة من الاقتتال والخلاف الداخلي اللي هو دمر كل التاريخ القوي اللي كان موجود في الأندلس. فبناء على ذلك قرر يوسف تاشفين إن هو يقضي على المعتمد بن عباد. لما راح المعتمد بن عباد قاتل بشراسة، أبناؤه قاتلوا، وقاتل بالسيف حتى باب القصر، لكن اتهزم في النهاية. كان يوسف تاشفين قائد قوي جدا، انهزم اللي هو المعتمد بن عباد وتم أسره وراح دخل السجن في مراكش. هنا بقى في خلاف بين المؤرخين، في مجموعة من المؤرخين واقفة مع يوسف تاشفين، ومجموعة من المؤرخين واقفة مع المعتمد بن عباد. اللي واقفين مع يوسف بن تاشفين ومنهم ابن خلدون العلامة العظيم، ابن خلدون مثلا بيقول في تبرير موقف ابن تاشفين، بيقول انه ابن تاشفين تحالف مع ألفونسو، قطع ملوك الطوائف المدد عن عساكر أمير المؤمنين
يوسف ابن تشفين، وحين ذهب إلى طليطلة لم يذهبوا معه. ابن خلدون بيقول لما راح طليطلة خذلوه، وبعدين قطعوا المدد عن عساكره وأصلا جاي ينقذهم فوقفوا ضده. وبالتالي هؤلاء المؤرخون وعلى رأسهم المفكر الأكبر عبد الرحمن بن خلدون رأيهم إنه يوسف بن تشفين كان على حق، وكان ينبغي أن يقضي على ملوك الطوائف وأن يأسر المعتمد ابن عباد. إنما في نخبة أخرى من المؤرخين بترى إنه لا، يوسف تشفين تجاوز، هو المعتمد استنصره، يعني طلب منه أنه هو ينصره واستغاث به، طلب أنه هو يغيثه. في فرق أنه هو يطلب منه الإغاثة، وفرق بقى أن التاني يطمع لما يشوف القصور الرائعة والحاجات الجميلة اللي كانت موجودة في الأندلس، فيطمع أن ده يكون ملك له. كان ينبغي أن يغيث إخوانه دون أن يطمع في هذه الأملاك أو هذه الممتلكات فيريدها لنفسه. إذن في مؤرخين مع المعتمد بن عباد، مؤرخين مع يوسف ابن تشفين. واقعة السجن طبعا كانت مؤثرة للغاية، وشاعر عظيم وملك عظيم اللي هو المعتمد بن عباد لما كان في السجن هو وزوجته وبناته، وبناته بعد كده اشتغلوا في غزل الملابس في المنازل، وبعد كده كانوا بيبيعوها لناس كانوا بيشتغلوا خدم في القصر عند المعتمد بن عباد، فتأثر جدا ازاي هو قاعد يعني في غرفة صغيرة، ازاي هو مهان هذه الإهانة، ازاي بنات الملك والشاعر الكبير المعتمد بن عباد بيروحوا يغزلوا ويبيعوا للي كانوا بيشتغلوا حراس أو خدم في قصر الملك المعتمد في بقبل. أثر فيه تأثير كبير جدا، وكتب شعر مؤثر جدا في هذا الاتجاه، قصة المعتمد بن عباد، نجاحه وصعوده وحضارته ثم أسره، قصة مثيرة للغاية. لكن مجمل المشهد أن ملوك الطوائف جميعا هم الذين أضعفوا الدولة في الأندلس، وهم الذين قادوا ربيع الأندلس إلى خريف الأندلس. علشان كده جملة ختامية، آخر ملك من ملوك الطوائف في الأندلس اسمه أبو عبد الله محمد الثاني. أبو عبد الله ده كان قاعد يبكي لو آخر الملوك، فوالدته قالت له كلمة شهيرة جدا كلنا حافظينها تقريبا، ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. كانت هذه صفحة مما جرى في الأندلس أو خريف الأندلس. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.